أحبتي الطلاب والطالبات في كل مكان، نرحب بكم في درسنا اليوم بمادة الرياضيات المستوى الأول، الفصل الدراسي الأول، رياضيات واحد الباب الثالث. خلونا مع بعض اليوم ناخذ درس تصنيف المثلثات، وهذا الدرس يعتبر الدرس الأول في الباب الثالث، صفحة 146. الجميع يفتح على 146 علشان نجو ناخذ جولة ماتعة في درس الرياضيات. بسم الله. طبعاً درسنا اليوم راح يكون تصنيف المثلثات، راح ندرس في هذا الدرس إن نستعمل تصنيف المثلثات وفقاً للأضلاع وللزوايا. إيش معنى كلمة تصنيف؟ تصنيف معناه أنك تقسم المثلثات وتسميها حسب الزوايا وحسب الأضلاع. فلذلك اليوم راح نأخذ عدة مفردات جديدة عندنا، راح نأخذ مثلا المثلث حاد الزاوية حاد الزوايا، والمثلث المنفرج الزوايا، والمثلث القائم الزوايا. أنتم ملاحظين الآن تصنيف حسب الزوايا، وبعد ذلك راح نأخذ ثلاث تصانيف أخرى، مثلث متطابق الأضلاع يعني جميع الأضلاع متطابقة، ومتطابق الضلعين، ومثلث مختلف الأضلاع. يلا نبدأ بسم الله. طبعاً أي مثلث في الدنيا لازم يكون بثلاثة رؤوس وثلاثة أضلاع، فإحنا إذا نبغى نسمي أي مثلث فلاحظ معي، طبعاً هذا الضلع الأول من A إلى B يسمى ضلع AB، ولكن عشان نعرف أنه ضلع لازم نضع خط مستقيم بأعلى الحرف، هذا الضلع الأول. الضلع الثاني نسميه من B إلى C، فB C، ونضع أيضاً أحسنتم خط مستقيم بالأعلى، فهذا دلالة على أنه ضلع. والضلع الثالث والأخير من C إلى A، وهذا هو الضلع الثالث، لذلك المثلث عندنا ثلاثة أضلاع. طيب ممتاز، انتهينا. أيضا للمثلث ثلاثة رؤوس A B C، ولذلك الرأس دوما يكتب فقط A فقط بدون أي إشارة، هذا الرأس الأول، والرأس الثاني B، والرأس الثالث C. أحسنتم. ولذلك أيضا للمثلث ثلاثة زوايا، الزاوية الأولى نطلق عليها الزاوية A، ولكن هناك دلالة للزاوية اللي هو هذا الرمز، شايفين؟ هذا رمز الزاوية، فلذلك إما نسميه رمز الزاوية بA، الزاوية A، أو شوف كل زاوية، كل زاوية نقدر نطلق عليها اسمين، إما باسم الزاوية الزاوية A، أو نكتب مثلا الزاوية A مثلا C A B، ملاحظين؟ هذه الزاوية الأولى فنسميها أو C A B، ولكن لازم نضع رمز الزاوية، هذه الزاوية الأولى. طيب الزاوية الثانية B، أنا راح أعطيكم المصطلح الأول أو التسمية الأولى، التسمية الثانية إيش راح تكون؟ يلا فكروا معي، هذه الزاوية، فالطبيعي راح تكون من A B C A B C، كده صحيح؟ لا، ضروري مهم أن نضع رمز الزاوية، وكذلك الزاوية الثالثة راح تكون بالطريقة هذه C أو B C A. جميل. إذا صنفنا المثلث أضلاع رؤوس زوايا، ولكن إحنا راح نعتمد الآن في التصنيف على الأضلاع والزوايا. ننتقل اللي بعده. طبعا تصنيف المثلث وفقا للزوايا، أي مثلث في الدنيا أصنفه وفقاً للزوايا على ثلاثة تصانيف، ثلاثة تصانيف فقط. إما أن يكون مثلث حاد الزاوية، فحاد الزاوية له ثلاث زوايا حادة، أو أن يكون مثلث منفرج الزاوية، لذلك له زاوية واحدة منفرجة، أو أن يكون مثلث قائم الزاوية. لاحظ معي، المثلثين هذه فقط زاوية واحدة تدل على المثلث، يعني هنا منفرج الزاوية أن تكون زاوية واحدة منفرجة نطلق عليه مثلث منفرج الزاوية، أما الزاوية هذه زاوية واحدة قائمة نطلق عليه مثلث قائم الزاوية. مستحيل أن يأتي مثلث فيه زاويتين قائمة، هذا الشيء الأول. الشيء الثاني، مستحيل أن يأتي مثلث فيه أكثر من زاوية منفرجة. طيب، ولكن مثلث حاد الزوايا من أهم الأمور أنه تكون الزوايا كاملا حادة. طيب ايش يعني يا استاذ حاد الزوايا منفرج؟ كم تساوي الزاويه الحاده؟ سؤال للجميع، راجعوا معلوماتكم، الزاويه الحاده كم قيمتها؟ دوما الزاويه الحاده قيمتها تكون اقل من 90. 89 واقل نطلق عليها زاويه حاده. والله لو كانت 89.999 ايضا زاويه حاده.
و90 وأكثر زاوية منفرجة، يعني 91 92 أكثر نطلق عليها زاوية منفرجة. أما إذا كانت 90 الزاوية 90 فنطلق عليها زاوية قائمة. إذن عرفنا الآن الزوايا الحادة قياسها أقل من 90، والزوايا القائمة الزاوية القائمة قياسها 90، والزاوية المنفرجة تكون قياسها أكثر من 90. بسم الله. شايفين عندنا الآن المثال تصنيف المثلثات وفقا للزوايا. صنف كل من المثلثين الآتيين وفقا للزوايا. عندنا هذا المثلث، عذرا، هذا المثلث، المثلث نلاحظ أن الزاوية الأولى 70 والثانية 70 والثالثة 40، بمعنى أن الزوايا الثلاث أقل من 90 درجة، فلذلك إيش نطلق عليه؟ بما أنها أقل من 90 درجة فنطلق عليه مثلث حاد الزوايا. المثلث الآخر واضح أن عندنا زاوية قياسها 90 درجة، إذا كانت فيه زاوية قياسها 90 درجة بدون أن تنظر لبقية الزوايا، فمعناها الكلام أن المثلث قائم الزاوية. عرفنا الآن التصنيف؟ نشوف مثال، مثال للجميع، مستعدين؟ اعتبروه تحدي بيني وبينكم، أنتم في البيوت وأنا هنا بهذه القناة. نشوف المثلث الأول، إيش تعتبرونه؟ مثلث قائم الزاوية حد الزوايا ولا مثلث منفرج الزاوية؟ أحسنت، واحد من الطلاب يقول يا أستاذ فيه 97 و97 أكبر من 90، وأنت قلت إذا كان فيه زاوية أكبر من 90 فنطلق عليه مباشرة أنه مثلث منفرج الزاوية. ليش؟ لأن الزاوية هذه قيمتها 97، خلاص انتهى التصنيف. اللي بعده الملاحظ أنه 60 60 60، وكل 60 هذه كل زاوية هي أقل من 90، لذلك هو مثلث حاد الزوايا. أحسنتم، ننتقل اللي بعده. طيب السؤال مثال رقم 2 يقول لك صنف المثلثات ضمن أشكال مختلفة وفقا لزواياها. عندنا كم مثلث هنا لو تلاحظون؟ عندنا المثلث الأول والمثلث الثاني والمثلث الثالث، لذلك المثلث الكبير نبغى نصنف الزوايا اللي فيه، أو هو طلب فقط المثلث بي كيو آر، فلذلك نبغى نصنف الزاوية اللي فيه. إحنا يهمنا معرفة عدة أمور، إما تكون الثلاث زوايا قياسها أقل من 90 فنقول عنه مثلث حاد الزوايا، أو أحد الزوايا نكتفي بأحد الزوايا، إما تكون قياسها 90 فنقول مثلث قائم الزاوية، أو أي زاوية تكون أكثر من 90. أصل ملاحظ نظريا أن الكيو 45 زائد 59 طبيعي أن قياسها أكثر من 90، فلذلك خلونا نشتغل على هذه الزاوية. نقول أن قياس الزاوية، قياس الزاوية بي، شوف كيف الآن نطلق عليه بي كيو آر، هي عبارة عن زاويتين. الزاوية الأولى عبارة عن بي كيو اس وقياسها 45، بي عذرا بي كيو آر، والزاوية الأخرى اس كيو آر وقياسها 59. الزاوية الأخرى M قياسها BS، عذرا SQR. إذن هذه الزاوية الأولى قياسها 45 درجة، والزاوية اللي بعدها قياسها كم؟ 59 درجة. كم المجموع؟ 45 و59 راح يكون المجموع 104. إذن 104 مثلث قائم الزاوية منفرج الزاوية حد الزوايا، طبيعي تلقائيا نطلق على أن هذا المثلث منفرج الزاوية، لأن الزاوية هذه قياسها كاملا أصبح 104، فلذلك نطلق عليه مثلث قائم الزاوية. أحسنتم، شايفين كيف هذا يعتبر ملاحظة 45 و59 4، ملاحظة أحد الطلاب
احنا كتبنا مثلث قائم الزاوية. هل هو صحيح مثلث قائم الزاوية؟ بل أنه مثلث منفرج الزاوية. أحسنت، مثلث منفرج الزاوية لأن الزوايا الثلاث مجموعها أكثر من 100، أكثر من 90 درجة. طيب ننتقل لي بعده. إحنا الآن عرفنا قياس الزوايا، وعرفنا أن المثلث إذا كان زاويته أكثر من 90 نقول عنه أنه منفرج الزاوية، إذا أقل نقول عنه حاد الزوايا، إذا كانت 90 فنقول عنه مثلث. انتهينا، اتفقنا خلاص، انتهينا في تصنيف المثلثات حسب الزوايا. ننتقل لتصنيف المثلثات حسب الأضلاع. تقول مفهوم أساسي عندنا أن المثلثات تصنف فوق لضلعها على ثلاثة أصناف فقط لا أكثر. إما تكون الأضلاع الثلاثة متطابقة، كل قياسها واحد، يعني إذا كان هذا واحد الثاني واحد واحد القياس الطول، أو مثلث متطابق الضلعين، يعني هذا الضلع وهذا الضلع متطابقة نفس القياس، أو مثلث مختلف الأضلاع، يعني ممكن هذا خمسة ستة سبعة. نشوف المثال. من أكثر وأمتع الأمثلة اللي ممكن نأخذها في الرياضيات أنك مثلا يصنف لك المثلثات حسب الأضلاع ويعطيك عليها مثلا حلول بالطريقة هذه. طبعا هذا زي ما هو واضح أن عندنا مثلث A B C عبارة عن مثلث متطابق الأضلاع. ايش معنى كلمة مثلث متطابق؟ معنى أن هذه القيمة تساوي هذه القيمة، معناه أن AC الضلع AC يساوي الضلع BC، ولكن إحنا هنا ما نعرف القيم، القيم مجهولة، ولكن هناك طريقة ما دام أنها متساوية فهذه أحد مهارات الصف الأول متوسط، وأنتم الآن ما شاء الله تبارك الله في مرحلة ثانوية، فلذلك هذه تعتبر مهارة بسيطة جدا أنك تضع المعادلة الأولى وتساويها بالمعادلة الثانية وتبدأ، أو العبارة الثانية وتبدأ في الحل، فتصبح AX زائد 1 يساوي 5 X ناقص أو طرح نص. من يخبرني الآن؟ أنا الآن ما راح أبدأ في الحل، أتمنى أعطيكم وقت تقريبا ما يقارب دقيقة أو دقيقة ونص تحلونها، لأني أثق تماما أنكم راح تتوصلون للحل قبل ما حلها. ركز الآن. الآن تكونت لدينا معادلة، أول كانت عبارة والآن صارت معادلة، فكيف نحل المعادلة؟ هتعرفين نحل المعادلة، ننقل المجاهيل في طرف والمعاليم في طرف. نشوف، خذوا من وقتكم الآن في الحل. وبرضه ننبه على الطلاب المركزين معانا، ليش ما أضفنا الضلع الثالث وسوينا بأحد الأضلاع؟ ليش؟ لأن هذا عبارة عن مثلث متطابق الضلعين، فصعب نوازي أو نساوي هذا الضلع مع هذا الضلع، ولكن هذا الضلعين ترى راح تطلع بالنهاية وراح نشوف بالتعويض أنها عبارة عن مثلثين بنفس القيمة. كم مر من الوقت؟ أنا سعيد جدا أن فيه مشاركاتكم، فيه مشاركات من في الفصول في البيوت. أعطيكم دقيقة تقريبا، باقي نص دقيقة. أحد الطلاب أخبرني بمعلومة مهمة جدا، لما نكتب متطابق الضلعين كتبنا متطابق الأضلاع، متطابق الضلعين فقط، يحتاج مكافأة خاصة بيني وبينه، مكافأة خاصة. لا يعني المعلم أن أخطأ، بمعنى خلاص الطالب يعتمد معلومة المعلم. إحنا لم نحضر ونقف في هذا المكان إلا لتبادل المعلومات، أنتم ستصبحون يوم من الأيام أفضل من معلميكم. طيب تقريبا انتهى الوقت، نشوف الحل. فالحل راح يكون كالتالي، أعتقد أن في مشكلة في البروجيكتر. طيب في حل المعادلات عادة نعتمد شيء مهم جدا، ننظر إلى القيم المجهولة ونضعها في جهة واحدة،
فالأفضل أنك تنظر إلى القيمة الأقل وتنقلها إلى القيمة الأكثر. انظر، فتصير هنا 5x ناقص 4x. وننتقل للقيمة، إذا نقلنا هذه القيمة، إذا هذه عبارة معلومة وقيمة معلومة ننقلها إلى عند الواحد، فيصبح، فإذا نقلنا أصلا تتغير الإشارة، هنا سالب نصف فيصبح موجب نصف. الآن نجري عمليات، عمليات الطرح وعمليات الجمع. فهنا مثلا 5x، 5x تنقص منها 4x، يبقى عندك كم x؟ x واحدة. الله، ذبحنا البروجيكتور. وواحد زايد نص، واحد زايد نص، صعبة، واحد زايد نص، واحد ونصف. إذن طلعت عندنا قيمة x، ما دام أن طلعت عندك قيمة x، فأنت بالطريقة هذه حليت المسألة، انتهيت من حل المسألة. كل اللي عليك أنك تشيل x مشكورا وتعوض عنها في المعادلات. إذا عوضنا عن قيمة x بالمعادلة الأولى يعطينا قياس هذا الضلع، إذا عوضنا عن قيمة x بالمعادلة الثانية يعطينا قيمة هذا الضلع، إذا عوضنا عن قيمة x بالمعادلة الثالثة أيضا راح تعطينا القيمة. نشوف الآن، اتفقنا أن قيمة x تساوي كم؟ 1.5. ننتقل الآن للحل. يلا بسم الله. نشوف، خلونا نأخذها ضلع ضلع. نأخذ الضلع الأول AC، نكتب عليه طريقة هذه. نشوف قياسه كم؟ 4x زائد 1. قبل ما نبدأ، قيمة x تساوي 1.5، ونبدأ بالحل. نعوض مكان كل x بواحد ونصف، فتصير 4 فوق قوس 1.5 زائد 1. طيب 4 ضرب 1 ب 4، 4 ضرب نصف ب 2، 4 زائد 2 6، يعني 6 وعندنا 1، صارت قيمة الضلع الأول طوله 7، انتهى. الضلع اللي بعده AB، المعادلة كالتالي: 9x ناقص 1 يساوي 9، نشيل الx ونضع مكانها 1.5 ناقص 1. شوف 9 ضرب 1 ب 9، 9 ضرب نص يعني كم نص التسعة؟ 4.5. طيب 4.5 زائد 9 13.5 ناقص 1 ناقص 1 12.5. مركزين معي؟ مضبوط الأمور؟ ننتقل للضلع الأخير بي سي. الضلع الأخير قيمته 5x ناقص نصف يساوي، إيش نسوي؟ أنا ودي إنكم الآن تحلون معي قيمة الضلع الأخير. يعني إيش؟ يعني 5 نضربها في إيش؟ نشيل مكان الx ونضع مكانه 1.5، نطرحها من نص. إذن 5 ضرب 1 ب5، ما اختلفنا. 5 ضرب نصف كم نصف الخمسة؟ 2.5. 5 زائد 2.5 7.5، نقص منها 7، 7.5، نطرح منها نصف، صارت القيمة النهائية 7. إذا انتهى الحل بهذه الطريقة، فأصبحت عندنا 3 أضلاع: الضلع الأول 7، الضلع الثاني اللي هو 12.5، والضلع الثالث 7. إيش تلاحظون؟ أحد الطلاب رفع يده وقال: يا أستاذ، في ضلعين متطابقة نفس القيمة، ليش؟ لأن المثلث أصلاً متطابق الأضلاع. والله أنا حليت وطلعت عندي القيمة هذه 6 7، إذن حلك خاطئ. ليش؟ لأن المفترض أن هذه القيمة وهذه القيمة لها نفس الطول. ممتاز كذا. ننتقل للتمارين أو التأكد. والله أنني أعتبر الطلاب اللي يتابعون الآن هذه الدروس صراحة مجاهدون، ترى أنتم تشاركون البلد في هذه المحنة العظيمة، فألف شكر لكم. طيب شوف السؤال يقول هنا: صنف كل من المثلثات الآتية وفقا للزوايا. نشوف عندنا هذا البرج، الآن جالسين نضع تصور نظري، نشوف الأشياء اللي حولنا ونصنف. نشوف مثلا عندنا هذا البرج، قمة البرج
هو عبارة عن مثلث، الزوايا 60 و60 و60، لذلك نقول عنه أنه مثلث حاد الزاوية. ما يجي الزوايا، لازم تكون كل الزوايا حادة. إذا نظرنا هنا فنجد أن 25 25 هذه الزوايا حادة، ولكن هنا 130 فهي أكبر من 90. نقول عنها أنه مثلث منفرج الزاوية. أحسنتم. أما إن نظرنا إلى هنا، هذه قمة منزل، فنشوف أن هذه القيمة تساوي 90، فخلاص مدام في قيمة واحدة تساوي 90 أو أكبر من 90، نقول عنه أنه مثلث إما قائم الزاوية أو منفرج الزاوية. قائم الزاوية. أبطال. أحسنتم. طيب ننتقل اللي بعده. شايفين المثال اللي حليناه قبل شوي؟ طبعا هذا مثال مشابه له، ولكن هالمرة أنا ودي أنكم تبدون بالحل وأبسط، لأن أصلا الزاوية الثالثة أو الطول الثالث موجود عندنا يساوي 40، لذلك هنا مثلث عبارة عن مثلث إيش؟ متطابق الضلعين. مفترض في النهاية أن هذه القيمة تساوي هذه القيمة، لذلك معناه أن L وM و N وM هي لهم نفس القيمة. طيب بسم الله نبدأ بالحل. 3X بهدوء علشان نفهم، ناقص 4 يساوي الM. الN ايش دخل M؟ غلط. لو نقول M غلط، LN و MN هذه ما لها علاقة فيهم، لأنها راح تعطي نتيجة مختلفة وراح نشوف بعدين. والضلع هنا 2X زائد 7. الآن نبدأ في الحل. ايش راح نسوي؟ الطريقة الأولى، تكونت لدينا معادلة. المعادلة راح تكون كالتالي: ننقل المجاهيل في طرف والمعاليم، زي ما احنا نعرف معلوم هذا عدد معلوم في طرف. فأول شيء قبل ما تنقل المجاهيل نشوف القيمة الأصل، هنا 3X وهنا 2X، فالمفترض أن ننقل 2X للطرف الآخر، فتصبح كم؟ 3X نفس ما هي ما تغيرت، نطرح منها كم؟ ليش طرحنا؟ لأن هذه موجب فنقلناها صارت سالب 2X، خلاص انتهى. بعد ذلك إذا نقلنا هنا صار هذا الطرف تبع المجاهيل، فلذلك سالب 4. شم جلسك هنا؟ توكلي على الله. فهنا أصلا 7 من أول، وهنا سالب 4 صارت موجب 4. اجمع زي ما نجمع بصف أول ابتدائي، 3X أو نطرح 3X نطرح منها X2، يصير باقي عندنا X1. الله يبيض وجهك. 7 زائد 4 صارت كم؟ 10 لا 11. إذن قيمة X، ما دام أنك وصلت إلى قيمة X فأنت بطل وأنجزت 80%. إذن قيمة X ما نختلف، قيمة X تساوي 11. نكتبها هنا، نكتب أن قيمة X تساوي 11. خلاص وصلنا، إحنا يهمنا نصل لهذه القيمة. خلاص نعوض. بسم الله. LN اللي هي 3X ناقص 4، نعوض عنها 11، يعني 3 نعوض مكان X بكم؟ ب 11، ونطرح منها ناقص 4. 3 ضرب 11 بكم؟ 33. ناقص 4 29. ممتاز. نشوف اللي بعدها. NM الضلع اللي بعدها لقيمته 2X زائد 7. إذن 2 شيل الإكس ونضع مكانها 11 ونضيف عليها 7. كل اللي سوينا فقط لعبنا بالإكس بس، فيصير 2 ضرب 7 22. 22 زائد 7 29. ما دام من هذه القيمة 29 وهنا 29 وهو مثلث متطابق الضلعين، فمعنى الكلام إن حلنا صحيح. هناك عدد من التمارين بالكتاب لو تفتحون الصفحة، ودي أنكم تتدربون عليها بشكل كبير جداً. فدوما بالرياضيات إذا ما تفتح دفترك وتبدأ بالحل، فأنا قبل ما تفتح دفترك وتبدأ في الحل يكون أنك أفطرت فطور جيد
وركزت معانا وخذ بالك، ما دام انك تحب مادة الرياضيات فانت راح تفهمها. شلون تحبها؟ طيب انا والله ما احب المادة لاني انا مو مركز معاها، لاني انا ماني مركز في الحلول والتمارين. صدقني لن تتعلم مادة الرياضيات ان لم تتعلم الكتابة والحلول. انا اليوم اعطيتكم نبذة من درسنا كان تصريف المثلثات، واخذنا عدة معلومات، لذلك احنا في النهاية عرفنا الهدف الأساسي من الدرس اللي كان نستعمل تصنيف المثلثات وفقاً للأضلاع، ثلاثة أضلاع، ثلاث تصنيفات، متطابق الأضلاع، متطابق الضلعين أو مختلف الأضلاع، والزوايا إما يكون حد الزوايا أو قائم الزاوية أو منفرج الزاوية، وقدرنا نطلع قيم مجهولة منه وعرفنا المفردات الثلاثة إن مثلث حد الزاوية، منفرج الزاوية، قائم الزاوية، وتطابق الأضلاع عرفنا حسب الأضلاع الثلاث. ونتمنى لكم أوقاتا سعيدة. يا أمان الله.